الحكومة إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل راني نبحث على أكبر كفاءات وأحسن كفاءات في هذه البلاد هذه. تكنوقراطية يعني؟ ماشي بالضبط، يعني عندهم تجربة وقادرين يفيدوا البناء هذا، تعرف شنو؟ لأن الأحزاب ما نمنعش أنا باش يكون واحد من الناس ذو كفاءة باش يكون منتمي لحزب الآخر. ماهوش لأنه منتمي لحزب نقصه. أما الحملة الانتخابية أنا شاكر لهم الحملة اللي داروها وكذا، ولكن الشعب كله يعرف أنا كنت مترشح حر. ترشح في الحافل العهدة الأولى والعهدة الثانية قلتها صراحة بدون ما نخفي على حد، أنا ترشح باسم الشبيبة هذه اللي أنا قوي فيها ونعطيها الصلاحيات وندخلها في الميدان السياسي وكذا، وباسم المجتمع المدني.